مع الكيان الصهيوني المجرم ويطالب بإلغائها وإلغاء كل ما تبعها من تنسيق في مجالات متعددة احتراما لدماء الأبرياء في فلسطين وانسجاما مع موقف الشعب المغربي الذي عبر عن رفضه واستنكاره للتطبيع في أكثر من مناسبة. خامسا، يدعو إلى تنظيم حملة تضامن وإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة خاصة. سادسا، يدعو كل ساكنة الناظور إلى استمرار في التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع بكل أشكاله. سابعا، يدعو إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت لها الجبهة السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع يوم الأحد المقبل. وفي الختام، أشكركم جميعا على تلبيتكم نداء الجبهة أو فرع الناظور للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وما دعا حق وراه مطالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.